هذا هو الرهان ديالي. وملي اتصلوا بيا مع 5:15 ملي اتصلوا بيا في 5:15 قالوا لي خصك تكوني في حفل التميز، ما تردتش، ما وجداتش كلمه، ما عارفاش شنو نقدر نقول، ولكن ما نقدرش نقول لكم ان هاد الحفل هذا يمكن هو اللي خلاني نكون، خلاني نفرح واحد شويه، حيت هاد الاسبوع هذا بالنسبه لي اسبوع اسود وقيل علينا كاملين، يعني اللي كيضر اخواتنا وليداتنا اللي في الدوابر، هما حنا عايشين مزيان، عندنا واحد بركه سلادينا، هما مساكن راهم في الخلا ما عندهم فين يعيشوا، وكذلك بالرغم من الظروف اخرى اللي كنمروا بها، هادشي ما بلا ما ندخلوا فيه، بغيت نكون معكم اليوم والله العظيم برغم الظروف انا فرحانه انني معكم اليوم، فرحانه ملي سمعت ان تلميذ زكريا اللي حاصل على النقطه الاولى بجهه تنصوت الحسيمه، هادشي كيخليني ماشي هتفرح، نخلي كلشي نمشي نحضر لك ونجي نشوفك باش نقدر، شنو نقدر انا نقدم لكم، انا اللي نقدر انني ندير، وانني بحكم انني نائبه برلمانيه يمكن وعضوه في لجنه التعليم والثقافه والتواصل بالبرلمان، وانا اللي اخترت هذه اللجنه هذه. علاش؟ حيت كيكون دائما عندنا عده ملفات، كاينه الصحه، كاينه التعليم، كاينه التشغيل، كاينه، يعني هما الاولويات ديالنا حنا اللي جينا بهم للناس على اثرهم صوتوا علينا وثقوا فينا. ولكن التعليم كيجيني هو اللبنه الاساسيه باش يكون عندك طبيب مزيان، طبيب عنده ضمير، طبيب كيخدم بديمة، باش يكون عندك مهندس كيبني مزيان ما كيغشي في البني ديالو. سو كيفي الرهان ديالنا هو التعليم، يعني المدرسة العمومية شعاري أنا بعدا هي رافعة للتنمية، ومن دونها لن نبرح مكانا، باش تكونوا متيقنين. أنا عندي بدات صغار خصني نقراو في المدرسة العمومية، أنا قريت المدرسة العمومية وخرجت المدرسة العمومية ودابا طالبة في سلك الدكتوراه، ولكن عندي مشكل في لي لونغ، فرونسي كان فيهم مزيان ولكن ما نقدرش نهضر معاك بوغامون هكا غابيدومون، ما نقدرش نفهمك، نهضر معاك شوية ولكن باش نشد بحال الناس ضربات دابا البرلمان، كنحس أنني عندي واحد النقص في اللونغلي، دابا اللغة عالمية، ملي كنمشي في ميسيون اي ترونجي ما كنقدرش نهضر باللونغلي مزيان، كنفهمها ولكن ما كنقدرش نهضر بها، كنضطر خصني ندير دي كوغ دو سوتيان باش نقدر نمثل بلادي احسن تمثيل، ونمثلكم نتوما احسن تمثيل، حيت نتوما تقتو فينا وتقتو في الشباب وتقتو في الجيل ديال اليوم، مع احتراماتنا للاجيال السابقه، هذوك هما المرجع ديالنا، هذوك هما التجربه اللي كناخذوا حنا بها التجربه ديالنا واللي بهم هما حنا كنتعلموا. دائما دابا رجعت كندير في مداخلات، يكونوا لي لونك في بريمير في ابتدائي، وديك الطفل ديك مربيه التعليم الاولي اللي ارفع لها على القبعه، ديك المربيه المجده اللي كتخدم برغم جميع الصعوبات اللي كتمر بها باش تربي لك ديك الطفل، ديك الطفل هو المستقبل، والاستاذ كذلك، الاستاذ حان الوقت اننا نرجعوا للمكانه ديالو في المدرسه العموميه. وكذلك ملي حضرت انا في مشاورات كنظن نهار كامل مع السيد نائب، مشاورات ديال تجويد المدرسه العموميه، يعني التعليم ذو جوده للجميع، كانت مشاورات جد قيمه، خرجنا منها بواحد توصيات هامه، واللي رفعتها حتى انا ملي كنت في اللجنه ديال التعليم مع السيد شاكي بن موسى، واللي كنشكرو شكر خاص من هذا المنبر هذا، فريمون ديك الوزير خدام، حيت الرهان ديال الحكومه ديالنا حاليا شنو هو؟ هو ارجاع مكانه المدرسه العموميه، خصها ترجع المكانة ديالها بحال اللي كانت قبل، إعادة تأهيل منظومة المدرسة العمومية، خصها تعاود، خص يكون كاين واحد التنافسية ما بين البريفي والدولة، أنا عندي الحق وخا يكون شنو ما كنتوش الفلوس، نبقى غادي في العمومي علاش نمشي للبريفي، أنا يكون عندي الحق نختار، بحال المواطن البسيط، ماشي حيت أنا ما عنديش فلوس نمشي نقري أنايا الدولة، نكون الأستاذ مزيان، نتهلا فيه، نحفزو مزيان، ومن بين النقاط الأساسية اللي عندنا البرنامج الحكومي هي تحفيز الرأس المالي، سمحوا لي، الرأس البشري، والبشري شكون؟ الأستاذ، المربية، التلميذ، شباب المستقبل، يعني شوف، كونوا أكيدين أن كاين ناس اللي كتشتغل بجد، كتشتغل بحرقة، كتشتغل بغيرة، يمكن أنا عندي واحد شوية، كنحاولوا أننا نجتهدوا، كنحاولوا أننا نمثل لكم أحسن تمثيل.
شنقول لكم، مهم هنيئا لكل المتفوقين واللي خصنا نواكبوهم، خصو يكون عندهم ميزات ديزافونتاج على الناس الاخرين، خصهم يكونوا عندهم انهم يدخلوا الجامعات المدارس العليا كذا بكل سهوله.